في شأن مختلف، تعول الجزائر على جاليتها النخبوية في قطر المقدر عددها بأكثر من 100,000 شخص، لتكون الرافد الأكبر لترقية الصادرات الوطنية نحو بعض الأسواق الخليجية والآسيوية. وحظي الإنتاج الوطني المعروض في صالون الدوحة بالعاصمة القطرية بكثير من الترحيب والشغف من طرف الجزائريين المقيمين بهذا البلد الخليجي. الصورة يرصدها لنا العائد من قطر سفيان سلاوي في هذا الروبورتاج. ريم جزائرية مقيمة في الدوحة تزور جناح الجزائر في قلب معرض قطر للضيافة، وكلها شغف لاكتشاف ما تحمله المؤسسات الجزائرية في جعبتها من منتجات افتقدتها جاليتنا لسنوات عديدة. صراحة كانت كاينة منتوجات بزاف من مختلف المناطق الجزائرية، شفنا طبعا التمر، شفنا الألبان، شفنا المكسرات، شفنا العصائر، يعني من جميع المنتوجات ومن جميع أنحاء الوطن، وحشناها بزاف، وخصوصا أنها ماشي متوفرة في الأسواق المحلية. يعني سيتي أن بليزير، أو كان حاجة يعني بوزيتيف كي لقيناها في المعرض، يعني باعتبار أنه كل جالية في قطر منتجاتها متواجدة في جميع المراكز التجارية، مثلا الجالية التونسية تلاقي منتجاتها المغربية أو يعني الأردنية اللبنانية. بصح كانت عندنا دائما مشكلة أنه اللي يحتاج حاجة لازم يجيبها من الجزائر. جالية نخبوية تتمتع بها الجزائر في قطر تعتبر اليوم من الروافد الترويجية الهامة لتسويق صورة الثقافة الجزائرية التي لا تنفصل عن مساعي ولوج أسواق الخليج من بوابة الدوحة. سعيد جدا بكل هذه الشركات الجزائرية الخاصة بالدرجة الأولى اللي قدمت صورة طيبة جدا. أنا جيت في آخر المعرض ولكن وجدت أشياء جميلة جدا، تشرف إن شاء الله يكون عندهم مكانة في السوق القطرية التي صارت مفتوحة اليوم على كل المواد وعلى كل الأسواق العالمية. أصلا هو فتحت السوق لشوية جزائريين في الأشهر القليلة الماضية منذ سنة تقريبا وصاروا موجودين. الشيء الغريب والجميل أنني لقيت الكابريز فخديت منها شوية لأولادي نحبها بزاف، وفيها أشياء أخرى أكيد جميلة جدا تعودنا عليها كذلك في الجزائر. على الأقل من هذا الجانب أنا فعلا سعيد وفخور جدا. إقبال يزيد من طموح مختلف المؤسسات الجزائرية الحاضرة في معرض قطر للضيافة صوب اقتطاع حصة من أسواقها في مرحلة أولى والتمركز باستثمارات كمرحلة ثانية على المدى المتوسط. راح تكون تجربة أولى بالنسبة للسوق الخليجية، ثم ننتقل بعدها إلى أسواق أخرى، لأن السوق القطرية ما يخفاش عليكم بأنها سوق واعدة، عندها خصوصيات بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لنوعية المنتوج والأسعار، لكن احنا قادرين كمنتجين جزائريين على دخول هذه السوق بإذن الله بكل سهولة. الإقبال كان مليح، وعملنا معاهم نعتنا لهم منتوجات اللي نجموا نصنعوها في الجزائر واللي قاعدين نصنعوا فيها. والحق راهو معرض مثمر ومليح في المستقبل، درك قاعدين نكونوا ونوجدوا روحنا الدخول قوة إن شاء الله السوق القطرية. هي خطوات أولى بمؤشرات إيجابية تلوح في الأفق، فالجودة والنوعية حاضرة، الترويج والإقبال مرافق لها، لتبقى معايير التنافسية والانتظام من خلال لوجستية ناجعة من التحديات الرئيسية.